أما سألتك عن اختيارات الصناديق قلت لي أكيد صناديق عالمية، حضرتك مش شايف إنه في أي صناديق في المنطقة تستطيع إن هي تستوعب الدخول في هذا الطرح؟ لا تقدر تدخل، بس بنسب قليلة. ولكن غير قادرة على ان هي تغطي الاكتتاب بهذا الحجم، لان الاكتتاب بهذا الحجم هو اكبر من اي صناديق استثمار موجودة في المنطقة. صناديق استثمار موجودة في المنطقة كلها صناديق مش احجامها مش كبيرة، اوكي. مش كبيرة، يعني احنا ما فيش الارقام اللي تقدر ان هي تغطي طرح زي ده. احنا بنتكلم على دول محتاجة تدخل تغطي الاكتتاب ده، مش مجرد صناديق عادية يعني. صحيح. طيب انا احب استثمر فرصة وجودك معانا النهارده لانه نحب نتكلم عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصدار صندوق عطاء، أول صندوق للاستثمار الخيري بتخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. الرئيس كان دعا لده في سنة 2018، دعا لتوفير كل سبل الدعم لهذه الفئة. احكي لنا أكتر عن الصندوق ودوركم فيه في شركة أزيموت. هي طبعا الصندوق ده الحقيقة كانت مبادرة رائعة في الاحتفال بيوم المعاق السنة اللي فاتت، كانت أعلنت عنها دكتورة غادة والي، والحقيقة يمكن هي أعلنت عنها في ديسمبر، ولكن يمكن هي من شهر إبريل مع الأستاذ شريف سامي كانوا بيتبحثوا الفكرة زي كده، واستدعوني بحيث ان انا من ناحية انا مدير استثمار، انا المنوط بيا انشاء الصناديق او ادارة صناديق استثمار، وفي نفس الوقت انا واحد من الناس اللي عندي ارتباط بذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة، ارتباط شخصي وتاريخي، فبالتالي عارفين ان انا هبقى متحمس جدا لحاجة زي كده. والحقيقة فورا اعلان الوزيرة غادة والي عن الصندوق، الحقيقة الرئيس استجاب وتحمس جدا، ويمكن حاجة شرفت الناس كلها، ويمكن تم الإعلان في نفس اليوم عن تخصيص تحيا مصر ل 80 مليون جنيه كاكتتاب في هذا الصندوق، وكمان 20 مليون جنيه من هيئة الأوقاف المصرية وبنك قناة السويس ب 5 مليون جنيه. الكلام ده كله تم إنشاؤه في خلال صندوق استثمار. اللي قام بتأسيس صندوق الاستثمار ده بنك ناصر الاجتماعي، ويمكن بمجهود كبير جدا بنك ناصر الحقيقة مع شركة أزيموت قدرنا ان احنا نطلق اول صندوق استثمار خيري، ونعدي يمكن انت عارف حضرتك دايما الحاجة في اولها لما تبقى اول منتج من هذا النوع بيعاني من مصاعب كتيرة، انما الحقيقة كون ان كان صندوق استثمار خيري ولخدمة ذوي الاعاقة لاقى ترحاب وتكاتف من كل الناس. يمكن الهيئة العامة للرقابة المالية كمان ساعدتنا جدا ان احنا عشان ازاي ان احنا نطلع بهذا الصندوق، فاصبح بنك ناصر هو المؤسس، اصبح اول المكتتبين هو تحيا مصر والاوقاف وبنك قناة السويس. ويمكن كمان يوم الاثنين اللي فات من خلال الاحتفالية بتاعت اطلاق الصندوق، الدكتور محمد عمران اعلن عن تبرع الهيئة العامة للرقابة المالية ب 10 مليون جنيه، رائع. واعلن عن تبرعه هو كمان بصفة شخصية، بل بالعكس الهيئة بتشجع كمان الشركات الخدمات المالية الغير مصرفية من اجل الاكتتاب في الصندوق. كل الناس اللي بتشتغل في الصندوق بتشتغل متطوعة بدون تقاضي اي اجر، سواء كان مدير استثمار، كان شركات خدمات الاداره، سواء بنوك متلقيه الاكتتاب، سواء كان مراجعين الحسابات، سواء كان المستشار القانوني، الناس كلها بتتكاتف. يعني عمل خيري متكامل. عمل خيري. ازاي بتدار مثل هذه الصناديق، وازاي بيختلف عملها عن عمل الجمعيات الخيريه؟ طبعا ده اهم حاجه، وده اللي يمكن نفسنا الناس كلها تعرفه، هو يعني ايه صندوق استثمار ويعني ايه خيري. الاثنين يعني ممكن يكونوا يعني متناقضين الى حد ما، صح. طب الحقيقه تشريعات سوق المال اتاحت لانشاء الصناديق الخيريه من كام سنه، ويمكن ده اللي احنا تحمسنا ليه. اصبح ان احنا بننشئ شركه صندوق، الصندوق ده بيكون منوط بيه ان هو يجمع اموال من العامة، سواء من مؤسسات، سواء من شركات، سواء من أفراد، سواء من مصريين، سواء من أجانب، من أي حد. بتتجمع هذا في خلال صندوق استثمار اللي هو الكيان القانوني، وبيتم بتقول هذه الأموال إلى شركة أزيموت لإدارة استثمارات هذا الصندوق. طيب إيه الفرق؟ الناس لما يعني إيه الناس تكتتب في صندوق الاستثمار؟ يعني اسمها بتتبرع؟ لا، هي مش بتتبرع. فرق كبير ما بين
التبرع وما بين الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري. لما حضرتك هنقول هتتبرعي بمليون جنيه، اصبح ان انت تبرعتي المليون جنيه وتنازلتي عنهم، ما تعرفيش عنهم حاجه. حضرتك رحت حطيتيهم في اي جمعيه للاغراض بتاعت الجمعيه دي، بس ما تعرفيش الجمعيه صرفت كل جنيه من المليون جنيه ده فين. هل عملت بيت هنا، مش عارف عملت جابت كراسي للمعاقين هنا. الفرق كله هنا ان انت لما تبرعتي تيجي الجمعيه بعد كده هتحتاج فلوس تاني، هتصرف المليون جنيه دي هتيجي تحتاج فلوس تاني، هتقوم جايه ايه عامله حمله تبرعات تاني، تتصل بالناس يا جماعه احنا محتاجين عندنا حالات 1 2 3 لو سمحتم عايزين فرؤوس الاموال بتتاكل بالظبط.